في بعض التمارين مو شرط يكون فيها الوزن عالي. لا ما احنا ما نشرب علي، بس بطيء بطيء شوي. قاعد يسيرك ترى قاعد تشوفه. وتركيز التمرين هذا يكون على العضله الاماميه بعد. وين تغير مسمى 20 جماعة؟ يضايقني يا والله. في 20 يلا 20 يلا صارت جيب ال 20 هذه عبد الله. انا يلا ما شاء الله عليك ما شاء الله. روح الاربش قيدها وقدود ما شاء الله تبارك الله. روح روح اثنين رزق الوحش ثلاث بروحك تقدر اربع بروحك خمس ثلاث بعد يقدر واحد يقدر روح روح واحد بلاست بلاست ما شاء الله عليك. اوه شد اوكي اوكي لا والله قدها والله بغيت اغشها. ايه فرق الامر والحجم بالعكس انت اصغر منه المفروض تكون انت اكثر من طاقه. اي والله شايب. ايه ما شاء الله عليك. خلصنا هنا كابتن بس باقي خلفي. شنو ملاحظاتك عن التمرين؟ طبعا لان عندي اصابه بايدي فالتمرين هذا كنت اواجه فيه صعوبه يعني قويه ما اقدر يعني ما اقدر التكنيك ماله صعب علي ما اقدر استخدمه. التمرين الرابع اللي لعبناه دشيت اول جوله دش وراي علي كان احمد اسكر بروحه يزيد لي وزن ولعبته كان يزيد يد بالوزن حق علي ولعبه كان المذيع هم يتدخل ويزيد لي الوزن لعبته طبعا مساعده احمد اسكر كان يزيدونه حق علي وهم لعبه يعني بالنهايه انه فاز علي. تقريبا التمرين الرابع كانوا متقاربين بالمستوى او الاوزان تقريبا نفسها. علي شوي اوزانه اكثر او الباور عنده اكثر. محمد التمرين الرابع شوي نزل الطاقه شوي قلت عنده بس كانوا تقريبا متساويين يعني. شوف هو للامانه يعني هو اقوى مني بالتمرين بس شوي شوي قاعد اصعد له يعني وان شاء الله نهايته قريبه انا راح انهي عليه بالتمرين. ها؟ ملاحظاتك عن التمرين شنو؟ ملاحظات؟ اي ما عندنا ماك ملاحظات كلش؟ تخاف تقول ملاحظاتك؟ ما عايز عسكر ورا المقابلة صراحة. ورا المقابلة؟ ما يدربك شنو يعني يعصب عليك؟ يعصب عليك تفقد الخبرة أكيد. صدقني قول له قول له خلينا نطلع الواتساب. زين تعال على طاري أنه مدربكم أكيد وجاب لكم كذي عزمكم؟ بعد الفتحة ما عزمنا صراحة. أنا أعزمه ويعزم. عزمكم على الفندق ما عزمكم؟ والله كل شيء ما يقصر. سمعت أنك فندق أنا ما أدري. يسألوني إذا أنا عندي فندق أنا مو أنا اللي عندي فندق محمد الأربش اللي عنده فندق. والله فندق انا ما لي شغل فيه موضوع عند حمود اخوي. بعدين موضوع الفندق اللي قالوا عني انا هو الفندق موضوعهم علي واحمد مع بعض مو شخص واحد بروحه اثنينهم وعلى فكره مكانين بهونغ كونغ وبروسيا وهم خلي يقول لكم سالفه الفندق مالهم. سمعت ما ادري يقولون عندك فندق ما ادري بس هو كان بيقعد بروسيا ترى لا بس شرف هناك ظروف. يلا ما عليه ما عليه ثاني مرة حوبتك حوبتك عسكر مو هينة واحدة بواحدة. خلكم يا جماعة التسخين لاعب أي لاعب يدش عنده تمرين ضروري إنه يسخن جسمه يحرك مفاصله يضخ شوي دم حق العضلة عساس يتجنب الإصابات يتجنب أي شد يصير لو أي إصابة يعني فلازم تحرك نفسك تحرك نفسك بالتمارين الخفيفة الاسترتشات عشان لا يوخر الإصابات. تمرين خلفي تمرين ثلاث جولات 15 12 10 هذا كرسي مساج نفسه تقريبا ما ادري يعني هذا يذكرني بواحد من ربع يحب المساج. وايد لاعبي كمال اجسام يحبون المساج ليش؟ لازم شنو اهميته؟ شوف لاعبي كمال اجسام لازم كل اسبوع يسوي مساج ليش؟ اصابات اول شيء او يرخي العضل عضلات شاده فلازم مساج مساج بس متخصص واحد متخصص مو مساج. وفي عندنا بالكويت ناس تفهم في كذا عياده في وايد يعني عيادات اي مال علاج طبيعي اي يعني واحد متخصص بالعضلات مو صالون كذي لا يعني واحد متخصص يعرف العضلات شنو شلون يعني اذا واحد قاعد يلعب قوي شلون يفك العضلات شلون اذا كان في عقده عضليه شاده شويه اذا في اذا في مرات يكون شد مرات تكون اصابه خفيفه فلازم يسوي ريكفري مساج وريكفري من خلال شخص مختص بالمساج والعلاج طبيعي. انا انصح ان كل لاعب كل نهايه اسبوع يسوي او بالاوف ماله يسوي مساج. انا توني قاعد اسولف عن الفندق مالك طلع مو فندقك فندق الاربش مال محمد الاربش لو ايش سي ما شاء الله يلا قطيته براسي ما يلا شد الحلقه انت اول واحد نجرب فيك وكله براسك على ابو النصر واحد فيك ترى على فكره اكبرنا هني العسكر عسكر مو هنا يعني انا وانت وعلي صغار. انا صغير اصغر منك صدق والله اصغر من علاوي. اي مواليد علي؟ 85 انت صار منه والله صدق؟ لا اي ما زين اقوله بس انت مو عود والد عسكر 82 اي
انت من جيل طيبين بلا من جيلي انا تقريبا 76 بس هذه الصبغ وحركات الواحد شوي تشبب على قولتهم بس انا حركات ثلاث جولات عدل ثلاث جولات 15 طقه 15 12 10 هذا يعني يزرق ترى لا شلون اعرف اذا اللاعب قاعد يزرق عدله عادي هو 1 2 5 اوكي لا التمرين ما يقدر يسوي حركات ممكن يسوي طريقه انه مثلا يخلي عضله ثانيه تساعد تو هو كوع كان وراي ما قاعد يشغل خلفي عدل فصار في خلل نوعا ما بالتمرين اسهل كان هو متعمد؟ اكيد ما يبي له هو كله عباره انا ازرق زيد ملك تزرق مو منتبه مو منتبه يلا يلا نزيد شيل 5 و10 شيل 5 و10 يلا هذه 10 بسم الله عشرين كيلو الجهاز هذا الاسم بينكم بين اللاعبين ولا يقول لك يعني روح هذاك الجهاز احنا انا نسميه وانا مساج نفس اللي قلته روح كسر مساج ثلاث جولات والعب عليه شباب عشان حق وانا تجي ما مساج بس ميزته انه يخلي الواحد يركز عدل كامل حق العضله هذا حق اي عضله كابتن هذه ولا هذه؟ هذه انا كل صور انها صدق؟ نعم خليني عجل بس ترى هو قاعد يشغل المنطقه اللي فوق كذا بس تركيزه اكثر شيء على العضله الصغيره هني او تكمله العضلات الكتف اللي هني جانبيه شوف اذا كان كوع ورا اي همز ظهري لا انا اساسا ظهري يعورني يجيب لك واحد فاذا ظهره شد معناته انه في خلل بالتمرين لا انا اساسا ظهري كم يوم صار له اوكي ماسك بالفندق عقب ما خلص البطوله فتح فوزن زاد مره واحده البطوله قبل اسبوعين عدل اسبوع انا سمعت انه صار اسبوع مو راضي يسكر اكل ورا بعض حلويات زايد 10 ماركات معينه وكل يوم مطعم قاعد ياكل زايد 10 كيلو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله احنا اي شيء حلو تبي تخصص حفظتهم كلهم حفظتهم الدايت يخلي الواحد يا جماعه يعني صدق يخلي الواحد يدور المطاعم اللي عندها نكهات غريبه اكل غريب لانه طعم الدايت هو نفس اليوم نفس الوجبه نفس الطعم ساعات معينه فماكو احساس تشبع لكن ما في طعم زين كامل هاي المشكله فاللاعب منهم اللي اخذها ورا بطوله اوف يلعب لعب الدايت تخيل الحين كنافه شاره الكنافه ما احبها صوبك احب شغل كاكاو برد و ايه اعرف شغله انا ما احب كله دايت ايه مطعم اللي ذاك مطعم اللي برد و اخر مره فاتح متى تخصص صرت يعني انا من رديت من موسكو لليوم يعني كل يوم صاير عندي وقت بعد التمرين لازم دايركت اروح البيت البس ابدل اروح مكان تخصص حلو يعني اكل لي طبق حلو طبعا ما اقدر اقول لكم شنو هو بس يعني كل يوم صاير مكان اكتشفت كل اماكن الحلو اللي بالكويت فما اقدر اقاومه كلش والله انا اللي مخرب علي الحلويات ما اسكر حلجي ما اقاوم كلش طبعا علي اخوي ملك التزريق بكل شيء بالتمرين اكل يعني في شغلات بالتجهيز انا يقول لي لا تاكل كذي انصدم اقعد من نومه هي اشوفه هو قاعد ياكل الشيء اللي مانعني منه اقول له ليش انت تاكله يقول لي انا غير اقول له شنو اللي انت غير فيه مالك شغل فتزريق بكل شيء تمرين اكل جميع النواحي الملك يلا غربش قاعد اسولف عن الكيك وانت ما تتمرن راح انام شويه يلا ما عليه طف الليت يا جماعه ايام يلا وحش روح ما شاء الله عليك خلنا صار شنو شعوره خلنا صار خنجر ايوه كوجدام احنا الحين خلصت التمرين هذا عدل بس خلصت اخر تمرين اخر تمرين اليوم احنا اليوم تمريني كان تركيز اكثر شيء حق الامام الاكتاف الامام حركنا كل الاكتاف لعبنا جانبي لعبنا خلفي هذا وثلاث تمارين امامي نصايح كابتن احمد حق اللي يلعبون تمارين اكتاف شنو ممكن تقول لهم من نصايح يعني شيء يكون ايجابي ما يكون سلبي عليهم تمارين اهم شيء انه لا تحط وزن فوق طاقتك هذا اول شيء قبل لا تدش تمرينك سخن عدل حق مفاصلك يعني اهم شيء تسخين وبالاوزان لا تدش وزن حتى لو واحد اللي وياك يعني اللي وياك قاعد يشيل اكثر منك مو شرط انه هو قاعد يشيل اكثر منك لازم مو تسهل ابو انه ما اخذ شيء الوزن تعطله لا شيل الوزن ولا تعور انزل الوزن والعب اللي اقدر عليه لا ولا تعور لان انت راح تعور بالاخير هو يمكن اقوى منك اللي وياك نزل الوزن طق اللي انت تقدر عليه على الاول قاعد يسافر فوق قاعد يقول ما لعبنا مثلثات ما يبي يبينا مثلثات ما يصير تقول انا نهشت وانت تقول لي لا تلعب مثلثات انا من اسبانيا
2014 ملعب مثلثات، الحين تقول لي نحس ماشي. لا انا انصحك العب مثلثات، لان شوف انت مو قاعد تلعب مثلثات ففزت عليك، فالعب مثلثات عشان يمكن احتمال تقدر تفوز علي. يبي له مثلثات من بعد تمرين تمرين الاربش صار له يمكن سنه مو لاعب مثلثات. اليوم بيكسر الرقم هذا، اليوم بيلعب مثلثات. يلا يا جماعه يلا خلينا نوري مثلثات مع الكتاب. يلا خلكم معانا اخر تمرين اليوم مثلثات. احنا ما نلعب مثلثات لسبب يعني مو عشان هو ما يحب، لان اللعبه ما لعبته فيزيك اللي عنده مثلثات وايد كبار. حلو احنا نشرح حق المشاهدين. ايه لو يركز على المثلثات يصير كانه بدي كبار، فراح يصير شكله كانه بدي بلدي. ايه فاحنا تقريبا سنه مو لاعب، فاللاعب الفيزيك نوعا ما يركز على المثلثات كثر. لاعب في ناس ايه على حسب على ايه يعني محمد يلعب علي ما يلعب على حسب عضلات. شوف اللاعب محمد لعبه طاحت براسه لعبه عادي. كلم الفندق خلكم معنا نلعب اخر تمرين مثلثات في برنامج مستر مصر. التمرين الأخير كان تمرين أكتاف خلفي، كان عبارة عن الجهاز المنسدح التركيز على العضلة الخلفية الأكتاف الخلفي. لعبنا تقريبا 3 جولات تركيز أحيل الخلفي بس. تمرينين مثلثات راح نلعب هذا الجانبي. هو قصده ان انا جسمي مرتب اكثر منه. اوكي هذا النادي صح المصح. هذه القطه الصح اليوم قاعد ينطر طول الحلقه. شوف حتى بالدوام انا مسؤول. لا صدق مسؤول صارت. الجلوتامين فائدته واهميته. جدل كبير دار على الجلوتامين كفائدة إذا لا ضرورة أو ما لا ضرورة. طبعاً الجلوتامين تعريف العلمي حمض أميني غير أساسي، لكن هالكلام ما يعني إنه غير أساسي. بالعكس الجلوتامين مهم وخصوصاً حق الأشخاص اللي تمارينهم مجهدة، لأن الجلوتامين يسوي إعادة ترميم حق الليف العضلي بعد تمارين شاقة، وجرعاته موزعة على فترات 5 إلى 15 جرام صبح وبعد التمرين وقبل النوم، وأهم جرعتين اللي بعد التمرين وقبل النوم. رابع وضع راح يكون، طبعاً إحنا قلنا ثاني وضع راح يكون هو الجانبي. رابع ثالث وضع عفوا يكون عضلات الظهر الخلفية، مثل ما عطى الوضع الأمامي يعطي الوضع الخلفي، لكن شوي يفتح عضلات الظهر شوي، ما يشد قلنا نفس البادي بيلدينج. إيده تكون راخية، رأسه يكون بمنتصف الجسم، وإيده على الخصر. طبعا إيده اليمين على الخصر اليسار على الخصر ما في مشكلة. الحكم هم بهالوضع هذا يبي يشوف جاهزية الجسم من نشافة، ما في مثلا يكون ما في فات، ما في عضلات ظهر كبيرة مثل اللاعب الله يعطيه الصحة والعافية، ما في عضلات ظهر كبيرة، يكون متناسق خصرة صغير وفي جمالية، ويكون ناشف وجاهز على المسرح. بطولتي في هونغ كونغ كانت مستر أولمبيا، وكانت أول مرة يستضيفونها دولة هونغ كونغ، وكانت مشاركة حلوة وحصلت فيها على المركز الثاني، وإن شاء الله الأفضل إن شاء الله البطولات الجاية. بالنسبة حق مستر أولمبيا هونغ كونغ مو عشان أنا طلعت أوت ولا لا، بالعكس وصار ظلم حتى بالنسبة حق علي أخوي، يعني إنه أخذ ثاني وكان يستاهل الأول. كتحكيم كتنظيم جدا سيئة، وكانوا انحيازيين حيل حق لاعبينهم، فما اعتبرها انه يعني كبطوله حلوه. بالنسبه حق بطولتين هونغ كونغ وموسكو، مثل ما انتم عارفين يمكن علي خذ هونغ كونغ ثاني ومحمد ما تاهل، والعكس صار بموسكو، محمد خذ خامس وعلي ما تاهل. بالنسبه حقي انا مو عشان انا ادربهم ولا انا وياهم وانا قاعد اجهزهم، الاثنين كانوا يستحقون يدشون حتى بهونغ كونغ، يعني محمد كان المفروض يدش وعلي كان المفروض ياخذ اول، ومحمد نفس الشيء يقولون دش توب 3. بطولة موسكو نفس الشيء، علي المفروض يدش ومحمد هم يكون موجود بالتوب 6. اني اقول ان هذا اول هذا ثاني هذا احسن من هذا، هم طبعا بينهم اخوان ويتحدون بعض ويغشمون بعض، انا فزت انا خسرت انا فزت عليك يعني. فبالنسبه حقي انا الاثنيناتهم ابيهم مراكز قدام، و
ابي لان ادور ميداليات حق لاعبين اللي عندي، فبالنسبه حقي ان اثنيناتهم كانوا يستحقون ان يكونون مراكز الاولى. كابتن احمد حيش عندنا تمرينين مثلثات، ايه راح العب هذا الجانبي، هذا نفس طريقه الدامبل بس هذا على الجهاز الفيزيائي. طيب معقدني من زمان بدي اعرف ايش موضوع على نفس الدامبل اتمرن فيه بس ماني عارف سالفته، اتمرنه بس يقول اروح هناك العب والعبه بس. لا شوف مو فاهم السالفه. شفت الدامبل؟ ايه نفس طريقته بس انه الجهاز بس انه أأمن نوعا ما، يكون في توازن. ايه في توازن، توازن ما يريح مرات الدامبل لان يدك حره فيها. لا نفسه نفس الشيء بالضبط، بس انت في ناس نفسيا ترتاح حق هذا اكثر من الدامبل او تغيير روتيني. اذا كل يوم تاكل همبرجر 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 ايوه تبي دامبل شوية. هذا ثلاث جولات 15 راح نلعب امامي الكيبل هناك ثلاث جولات. ثلاث جولات توكل على الله. طبعا لازم اول شيء نبلش بالصغير. اي لازم. اي الله يعينه علق فوق واحد 15 طقه بالطريقه الصح انه يعلق فوق. لازم يعلق في ناس تلعب بسرعه سريع. انا منهم ترى على فكره. المفروض انه يعلق يعني هو يقعد من داخل واحد اثنين ثاني اثنين واحد اثنين واحد اثنين حلو انقل راسك شوي ان شاء الله عليك. ثلاث جرات هني. ثلاث جرات هني. شنو اهميه عضله المثلثات؟ في ناس وايد ترى ما يهتمون فيها. يقول ما همتني ما ابي رقبه العوده وايد. لاحظ ان في ناس تصير هني المنطقه هذه تكون سيده. اي مو حلو يعني شكليا مو حلو. في شيء غلط تحس. بس في ناس يعني عندنا علي ما نلعبه. يعني ما شاء الله عندك كبيره العضله. لان العضله هذه اذا طلعت صارت كبيره. اي. حق الفئه اللي قاعد يلعب فيها مو زين شكله عليك خرب عليك يصير بادي بلدر مو شكله اللي اول ما طالع لان هم تحكيمهم لما يشوف لاعب قدامي اذا كان شكله فيه كيرفات وايد او عضلات زياده على طول احوله على فئه البادي بلدر لان يشطب نتيجه ما يلعب معنا كفيزيك فعلي ما قاعد يلعب كسنه كامله يمكن الحين اول جوله الحين اول جوله من سنه فهمت من كلامك الحين التمارين الفيزيك مختلف عن تمارين البادي مو على حسب الجسم هو حسب الجسم يعني مثلا في ناس في عندنا لاعبين انا كنت اجهز لاعبين عندهم ذراعات كبيره ايه ما خلي يلعب بايو تراي بس ما خلي يلعب ابي العضله تصير صغيره تضعف شوي تكون كلها متناسب لان الفيزيك في شغله اذا في عضلات اكبر من عضلات ثانيه يعتبر بادي برا اوكي سنتري برا فكل شيء لازم يكون متناسب علي عنده مثلا عندك المثلثات اذا لعب لان نوع انا ادري ان لعب راح تكون بارزه اكثر فيضره ما يفيده انت مستانس سنه ونص مستانس هو قصده ان انا جسمي مرتب اكثر منه اوكي هذا اللي هذه القطه الصح لليوم قاعد ينطر طول الحلقه عشان طول الحلقه عرفت لي يتله مقشره واعطاك اياها لا تكسر زين طريقه الرقبه تكون كذي ولا بس نزل الرقبه انزل زين في ناس مرات يلعب يسولف راح يعور نفسه على طول اذا وزن راح يتعور على طول يتعور ما فيها غشمر الساعه اذا وزن قاعد يشيل وزن راح يتعور هو مصاب يا جماعه فالسموحه اللي شفتوه شويه قدعاني عنده اصابه في التراي اليوم قاعد يتمرن التمرين اللي هو ما يحتاج يتمرنه او ما يحتاجه عشان بس يوريكم انه هو يعني او يوريكم نوع التمرين قاعد ارقع لك ايش رايك؟ تبطيته ما رقعت له لا مصاب صدق ما قلت له تونا قايل لنا وش فيك؟ هو مصاب من البندق بس الوزن ايوه من البندق عبد الهاد الخياط مبروك مره الالف اقول لك اياها على الكرت مستقبل ان شاء الله قدامك راح تسوي شيء وايد كبير وايد شككوا بالكرت وايد شككوا بقدراتك وايد شككوا بوايد شغلات احنا ندري انت شنو جبت مستوى وايد قوي بهرت وايد ناس رفعت راسنا كلنا رفعت راس كل الكويتي قايل لك اياها قبل اصير محترف بسبعة اشهر انت راح تصير محترف لان عندك مؤهلات انك تصير محترف انت وش كناني وصرت محترف بعد ستة اشهر وسبعة اشهر وعندك مستقبل وايد قوي والبطولات الجايه ان شاء الله بنشوفك مستر اولمبيا فيغاس وتسوي شيء ان شاء الله وايد قوي والله يستاهل عبد الهادي الخياط كرت الاحتراف وخذاه بذراعه ومو جديد عليه ريال من اول ما شارك بالمجال هذا كله اول علق ذهبيات لهني عنده يستاهل وفالك اولمبيا ان شاء الله شد حيلك طبعا احب ابارك حق عبد الهادي الخياط على الانجاز اللي سواه وخذ كرت احتراف وان شاء الله تجهيزك نشوفك فيغاس شهر 9 ما شاء الله الكابتن قال عادي 20 وقع 10 بعد ولا لا لا بس ما يشيلك لا ايش قال ماشي حط 10 اكيد
يقول حط 10 حط 10 باكر رايك لا فرق قبته باكر راح يجي كذي باكر راح يجي ما 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 باكر زاحد اصلا باكر بعد والله قتها بسم الله ان شاء الله عليك واحد شنو تحسب والله تحسب روح روح 4 5 ان شاء الله عليك 6 7 بس 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 العضلة عندك ضعيفة ما تلعبها وايد وياي تصير نفسك فيها أرنولد شوارزنيجر ليش؟ يلا بس زينك سويتها باقي واحدة لعبنا ثلاث؟ اي لعبنا ثلاث لا لا الأخيرة باقي واحدة لعبنا ثلاث أكيد؟ والله اي لأن 10 20 ثلاث تبي نلعب 4 4 10 يلا اي بعدين زدنا وزدنا تو يلا 10 بس زدنا اه رجال بعد 10 والله ما أذكر العب أجولة يلا جولة جولة شوف المدرب ما يرحم هني المدرب اللي ما تطفي الحركات هذه انا عدو ثنتين قاعد اقول انا اي هذا انت بس انت بس صدق ترى ما ثلاث ترى صدق اي هاي الرابعه بس خلاص طاحت راسي الغار او كلمه المدرب واحد ما ترجع مفروض عاش عاش بس خلاص شنو باقي واحده باقي واحده شو العب 4 انت ثلاث ثلاث يعني شنو ما يصير العب مثلا ثلاث ثلاث شو مو قادر يلف سامحه ولا نخليك لا واحده وبس مو قادر يلف ترى صدق وقدر اللي في القبضة شوفه وايد نزل صد تعود ترى قلق تعورت؟ لا جد جد مغشمرة لا لا ما في قوي هذه ما تقوي ما في تاجي كومبو وحركات كاراتيه بروسلي تبي تجربه؟ لا ماك أمل تقرا المعتوق ايي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 ي
خلا اجرب معاناتك يا جماعه، خلا اجرب اجرب معاناتك شويه. لا وايد، لا وايد الله يعين، لا وايد صدق وايد كيبل كيبل حيل وايد الكيبل الحين. نروح لمكان ثاني نلعب تمرين المثلثات الكيبل. طبعا يعطي العافيه كابتن احمد كمل معانا حتى يورينا شلون طريقه المثلثات تمرين الاكتاف. نروح خلكم هنا، لا تعال معي. رابع وضع وهو اخر وضع راح يكون حق لاعب الفيزيك اللي هو رابع كوارتر، راح يكون الجنب اليمين، تكون ايده على الخصر، ايده اليمين على الخصر، ريله اليمين اماميه، اليسار شاد البطه مثل ما قلنا، يعرض الجسم بالشكل هذا، ما يشد ذراعه وايد، يكون واقف بصوره سلسه ناعمه، واقف بالاتجاه الجانبي. حمود فلت مني بروسيا بس ما راح تفلت مني لوكات صدقني. شوف هالمره، المره الاولى فزت، المره الثانيه انا فزت، الفصال بيننا شهر 4، واقول لك شوف المستوى الجديد اللي راح ينزل، راح تنصدم. كابتن احمد، العاده يلعبون الناس او اللاعبين الاجسام تمرينين مثلثات تقريبا، بس انت اليوم ثلاث تمارين، ليش؟ ليش اثنين؟ لا لعبنا واحد هني بس ثاني مره كنسلناه عدل على نضيع ما عليه ما عليه كبر شين. ثلاث جولات حلو، راح يصير قبل من قدام امامي. اوكي نفس الشيء، الراس يكون نزله إيه؟ ثلاث جولات يثبت فوق، واحد اثنين وينزل، ثلاث جولات 12 12 12. اذا عنده اصابه رقبته مو يكون خطر عليه شويه؟ لا هذا لا يلعب نهائيا، لا حتى نفس الشيء، لان انت اذا كان في شد هني والعصب شاد ولا العضله شاده لا تلعب ريح، او دس برقبه لا وزن خفيف خفيف عادي، دس تكرار خفيف وكذي، بس الاحسن انك توخر عن على شيء عن المثلثات تقريبا نقدر نقول. نبلش مع منو؟ طبعا استانس لما يشوفك قدامه يتعب. 12 12 مره ها؟ يلا وحش ما شاء الله عليك. 12 ها؟ ياك ياك يلا يلا الوحش. سنه ونص ها؟ ما شاء الله عليك. باكر اوف. باكر اوف. باكر ريح. عاد باكر عازمكم ولا ما عازمكم؟ لا بالزام ما اتوقع. ما اي دور زور هنا يعطي العافيه. نزل لهم عشاء زام وطاف. انا مو صارت 50 دينار على طلع من قلبه 50 دينار بالعافيه عليهم. يستاهلون ان شاء الله. بالعافيه عليهم. والله ما قصروا يستاهلون. اكيد. زين نزل لهم عشاء زام باكر. قاعدة تسويها. روح الوحش. تعال باكر تعال باكر. معاكم انا ترى خليني بسوي هنا. سويها والله؟ انا ما اخذ طبيه. سواها من قبل؟ اي اعرفها. اوكي. يعني كلام الليل يبغون نار مشكله كل شيء من بالنادي وبالدوام بالدوام معك ايه. الله يعينك. شوف حتى بالدوام انا مسؤوله. لا لا صدق مسؤوله صارت. انا راد وجسمي ملازم. ما شاء الله عليكم يعني وراك وراك. حتى بالفندق لما نسافر ينام بفراش يمي معك. زين خذ غرفه بروحك من المعزه هذه. والله ما ينام كله واتساب توفير فلوس.
يعني قبلهم واحد وفر وسوى له فندق، عرف شلون؟ صار الموضوع انا فندق لازم غرفه بروحي. كم دور الفندق؟ كم دور؟ والله ما ادري، المهم اذكرك مساكن بالعاشر. روح يا الوحش ان شاء الله عليك، روح. ايوه نفسه نفسه نفس وزن ما نزيد؟ نفسه لابس. خصوصا اني قاعد اتمرن معاه ما نزيد، عرفت؟ يعني حدي مستانس. بلاش يبوق. منو تو باق عليك؟ ايه ومن اول تمرين قاعد ابوق يعني على المثلثات. بس هو يمين المساج تعبان. ان شاء الله. ها؟ على حسابك؟ على حسابك. لا تعورتي ما يقدر. طبعا التمرين يا جماعه لازم يكون في ضحك استشاره تركيز، نعم، لكن الواحد محتاج انه مو كانه وظيفه ممله، لا يضحك مع اصدقائه مع الكابتن ماله، يكون في شويه لطافه وايضا يكون في شويه جد. ركز على اللطافه، وايد حلوه عجبتني هذه، خطيت تحتها. اوجه كلمه شكر طبعا حق اخوي علي، لانه هو اللي اساسا دخلني اللعبه وهو اللي شجعني على كل شيء وهو اللي كان يجهزني حق البطولات ووقف معي بكل شيء طبعا ساعدني. بس يعطيك العافيه على اخوي ما تقصر، وانت طبعا مثلي الاعلى، بس انا راح احطم المثل الاعلى هذا وراح افوز عليك. عدل يا لطيف، السلام عليك، العب روح ان شاء الله عليك. هو ترى عندي بيضحك عشان يزرق. ان شاء الله عليك روح. اخر جوله هذه بس خالصه. ختامها؟ ختامها بس. عندهم الحين وجبه ولا؟ المفروض وجبه. المفروض هي وجبه. بالنسبة حق من الأفضل أو من الأحسن بين الاثنين، هم اثنيناتهم عندهم بنية حلوة، سيمتري حلو، عضلاتهم حلوة، لهم مستقبل زين، اللي يجد حيله طبعاً أكيد بيوصل. محمد طبيعة جزء محمد وطبيعة شخصية محمد جدي أكثر من علي، فجديته هذه يمكن توصله حق مرحلة حلوة، عنده 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 فيوتشر قدام زين. بالنسبة حق علي سيمترية هم قوي، لو يجيك بأسوأ مرحلة يعني أسوأ كونديشن هم يسوي شيء يقدر يفوز، يدش توب 3 توب 5، عنده مستقبل هم وايد قوي. بس مشكلة علي أنا عندي بالنسبة حقي يمكن أكون غلطان فيها، بس أنا طبعا أشوفه أن علي شوي نبيله يكون جدي أكثر بالتجهيز، يعني هو يصير جدي آخر 3 أسابيع، بس المفروض من الجديه هذه تكون من بدايه التجهيز مو اخر اسابيع. بس الاثنين عندهم مستقبل وايد حلو ويسوون شيء وايد قوي بالمستقبل. مهما راح اتكلم ما راح اوفي بحقك، ما قصرت، رايتك بيضه وانت اجتهدت ووصلت واسمك وصل العالميه، وانت فاهمني زين، وانت رقم، وانت نمبر 1 عندنا وما قصرت، ولولاك انت كان يعني انا والشباب اكثر الشباب ما وصلنا اللي احنا وصلناه. واستمر وان شاء الله نشوفك انت وصلت عالميه، نشوفك وين خالص بعد. احمد اشكر طبعا، يعطيك العافيه، ما تقصر، انت حسبت اخوي الكبير وساعدته بوايد اشياء، ووقفتك معنا طبعا ما اقدر يعني الواحد يعجز يوصفها. بس هم اقول لك ضبط فندقك اللي بموسكو. العافيه محمد، ما قصرت حبيبي، جواك الله الفال، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب ترد بعد مره تفوز عليهم كلهم. انت احمد دائما معانا ما تقصر، جواك الله يعوض. حبيبي قلبي، حبيبي احمد، اشكرك حبيبي، نزل عشاء باكر، العشاء ترى باكر علي يا جماعه، باكر عشاء، وين دوامكم خليون؟ شويخ حياكم مطاف شويخ باكر، يعطيكم العافيه يا جماعه، باكر طبيه. يعني الاربش يعني عنده مستقبل قوي، عنده سيمتري وايد قوي، عنده فيزيك وايد حلو، كل شيء يتعلق بالفيزيك عنده يا يعني مقاومات كلها عنده، بس جديه اكثر وراح يوصل حق يعني طموح حق اي لاعب انه ياخذ كرت، مو بعيده عليه، لان يمكن مرتين وصل حق الكرت وراح منه لظروف. محمد الاربش جديته وايد تعجبني، حماسه بالتمرين وايد حلو، عنده مستقبل قوي، يعني لو يزيد شوي بس بالعضلات عنده مستقبل وايد زين، راح ياخذ اكيد اخذ كرت، نصيب الكرت. مع السلامه، يعطيك العافيه. حلقتنا اليوم ما صارت من قبل وما راح تصير الا المره هذه وما راح تصير بعد. افهم من كذي احمد عسكر يا جماعه، افهم من كذي رضا قبندي ينحاز حق احمد عسكر. انا نهشت، انا اعترف، اعترف، انا شوف احمد الحين شو قاعد يلعبه، قاعد يلعبه مثل بوم، طريقه بوم، انزل شوي احمد تحت، ايوه، فا
فالطريقة الصحيحة هذه 100% لحظة ولا 150 لا ما راح يلعبون لأن أنا قاعد أشوف كيف يعني صار أوفر شوي على الوزن كابتن كيف